بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان. أضواء من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان حفظه الله. الدرس 71 بعد 200. الحمد لله المنعم المتفضل على عباده بأنواع النعم، الصلاة والسلام على نبيه المبعوث إلى العرب والعجم وعلى آله وأصحابه الذين هم خير الأمم، وبعد. يقول الشيخ رحمه الله في بيان معنى قول السلف في نصوص الصفات: أمروها كما جاءت بلا كيف. لو كان القوم قد آمنوا باللفظ المجرد من غير فهم لمعناه على ما يليق بالله لما قالوا الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول، ولما قالوا أمروها كما جاءت بلا كيف، فإن الاستواء حينئذ لا يكون معلوما بل مجهولا بمنزلة حروف المعجم. وأيضا فإنه لا يحتاج إلى نفي علم الكيفية إذا لم يفهم عن اللفظ معنى، وإنما يحتاج إلى نفي علم الكيفية إذا أثبتت الصفات. وأيضا فإن من ينفي الصفات الخبرية أو الصفات مطلقة لا يحتاج إلى أن يقول بلا كيف، فمن قال إن الله ليس على العرش لا يحتاج إلى أن يقول بلا كيف. فلو كان مذهب السلف نفي الصفات في نفس الأمر لما قالوا بلا كيف. وأيضا فقولهم أمروها كما جاءت يقتضي إبقاء دلالتها على ما هي عليه، فإنها جاءت ألفاظا دالة على معان، ولو كانت دلالتها منتفية لكان الواجب أن يقال أمروا لفظها مع اعتقاد أن المفهوم منها غير مراد، أو أمروا لفظها مع اعتقاد أن الله لا يوصف بما دلت عليه حقيقة، وحينئذ فلا تكون قد أمرت كما جاءت. ولا يقال حينئذ بلا كيف، إذ نفي الكيف عما ليس بثابت لغو من القول. ثم يواصل الشيخ رحمه الله النقول عن أئمة السلف في هذا الموضوع المهم فيقول: وروى الأثرم في السنة وأبو عبد الله ابن بطة في الإبانة وأبو عمرو الطلمنكي وغيرهم بإسناد صحيح عن عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة الماجشون، وهو أحد أئمة المدينة الثلاثة الذين هم مالك بن أنس وابن الماجشون وابن أبي ذئب. وقد سئل عما جحدت الجهمية قال: أما بعد، فقد فهمت ما سألت فيما تتابعت الجهمية ومن خلفها في صفة الرب العظيم الذي فاقت عظمته الوصف والتقدير، وكلت الألسن عن تفسير صفته، وانحصرت العقول دون معرفة قدرته، وردت عظمته العقول فلم تجد مساغا فرجعت خاسئة وهي حسيرة، وإنما أمروا بالتفكر والنظر فيما خلق بالتقدير، وإنما يقال كيف لمن لم يكن مرة ثم كان، فأما الذي لا يحول ولا يزول ولم يزل وليس له مثل فإنه لا يعلم كيف هو إلا هو. وكيف يعرف قدر من لم يبدأ ومن لا يموت، وكيف يعرف قدر من لم يبدأ ومن لا يموت ولا يبلأ، وكيف يكون لصفة شيء منه أحد حد أو منتهى يعرفه عارف أو يحده واصف على أنه الحق المبين لا حق أحق منه ولا شيء أبين منه. الدليل على عجز العقول عن تحقيق صفته عجزها عن تحقيق صفة أصغر خلقه، لا تكاد تراه صغرا يجول ويزول ولا يرى له سمع ولا بصر، كيف يتقلب به ويحتال من عقله أعضل بك وأخفى عليك مما ظهر من سمعه وبصره، فتبارك الله أحسن الخالقين وخالقهم وسيد السادة وربهم، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. اعرف رحمك الله غناك عن تكلف صفتي ما لم يصف الرب من نفسه بعجزك عن معرفة قدر ما وصف منها، وإذا لم تعرف قدر ما وصف فما تكلفك علم ما لم يصف،
هل تستدل بذلك على شيء من طاعته أو تزدجر عن شيء من معصيته؟ فأما الذي جحد ما وصف الرب من نفسه تعمقا وتكلفا فقد استهوته الشياطين في الأرض حيران، فصار يستدل بزعمه على جحد ما وصف الرب وسمى من نفسه بأن قال: لا بد إن كان له كذا من أن يكون له كذا، فعمي عن البين بالخفي فجحد ما سمى الرب من نفسه لصمت الرب عما لم يسمي منها، ولم يزل يملي له الشيطان حتى جحد قول الله عز وجل: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، فقال لا يراه أحد يوم القيامة، فجحدوا والله أفضل كرامة الله التي أكرم بها أولياءه يوم القيامة من النظر إلى وجهه ونظرته إياهم في مقعد صدق عند مليك مقتدر، فقد قضى أنهم لا يموتون، فهم بالنظر إليه ينظرون إلى أن قال: وإنما جحدوا رؤية الله يوم القيامة إقامة للحجة الضالة المضلة، لأنه قد عرف أنه إذا تجلى لهم يوم القيامة رأوا منه ما كانوا به قبل ذلك مؤمنين وكان له جاحدا. وقال المسلمون: يا رسول الله، هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تضارون في رؤية الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا: لا. قال: فإنكم ترون ربكم يومئذ كذلك. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تمتلئ جهنم حتى يضع الجبار فيها قدمه فتقول قطن قطن وينزوي بعضها إلى بعض. وقال لثابت بن قيس: لقد ضحك الله مما فعلت بضيفك البارحة. وقال فيما بلغنا: إن الله تعالى ليضحك من أزلكم وقنوطكم وسرعة إجابتكم. فقال له رجل من العرب: إن ربنا ليضحك؟ قال: نعم. قال: لا نعدم من رب يضحك خيرا. إلى أشباه لهذا مما لا نحصيه. ثم ساق الشيخ رحمه الله بقية كلام ابن الماجشون في هذا الموضوع، وهو كلام طويل، ثم علق عليه بقوله: هذا كلام ابن الماجشون الإمام، فتدبره انظر كيف أثبت الصفات ونفى علم الكيفية موافقا لغيره من الأئمة، وكيف أنكر على من نفى الصفات بأنه يلزمهم من إثباتها كذا وكذا كما تقوله الجهمية: إنه يلزم أن يكون جسما أو عرضا فيكون محدثا. وبهذا القدر في هذه الحلقة كفاية، فإلى الحلقة القادمة بإذن الله لمواصلة ذكر ما نقله الشيخ رحمه الله عن أئمة الإسلام في إثبات أسماء الله وصفاته على ما يليق بجلاله وعظمته، والرد على من أنكرها وإبطال شبهاته، لأنه لا يزال في الساحة اليوم للقوم وارث يردد ما قالوه وينشر ما كتبوه. والحمد لله على وضوح الحق وافتضاح الباطل، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. الحمد لله رب العالمين.